راني حابة باش نولد على جال التعهد مع لاكناس. ما كاش مشكل. اسكو هذا هو الدوسي واش لازم ندير؟ هذا هو الدوسي، صدر جبتي لاكارت كناس تاعك، فيريفيناها باللي راهي اكتيف، البيلون تاعك نورمال او مليح، ما كاش انيميا ما كان والو. البيبي تاعك راه صدر في الشهر تاعو، ماشي امبريماتوري. نورمالمون الدوسي تاعك لي او كومبلي، اون فوز اكسبت سون بروبليم. مثل السيدة حنان، توجهت العديد من النساء المقبلات على الولادة إلى هذه المصحة للاستفادة من نظام التعاقد الذي يوفر لهن مجانية عملية الولادة. الصندوق ضمان اجتماعي يتكفل بالزيادة العادية وزيادة القيصرية. بعض الأحيان نحن نضطروا بنديروا أمور أخرى، استاذ البيبي عنده مشكل يجي الطبيب الاطفال تسحق لا كوفوز، هذه يخرجوا على الاطار تاع الضمان الاجتماعي. بعد صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بتعويض مصاريف الولاده في العيادات الخاصه، لجأت العديد منها الى التعاقد مع كناس وكاسنوس لتستفيد الامهات الوافدات الى المصحه من الاجراء. من بين الشروط الهامة جدا هو توفر الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد، الطبيب المختص في أمراض الأطفال من أجل معاينة المولود آنيا بعد الولادة من الإطمئنان على صحته، وكذلك القابلات وغيرهم من الممارسين الشبه الطبيين. قرار استفادة المؤمنين اجتماعيا من عملية تعويض مصاريف الولادة الطبيعية والقيصرية بالعيادات الخاصة جاء ليخفف الضغط الكبير الذي تشهده مصالح التوليد بالمستشفيات. أولا وقبل كل شيء، تحسين الأداءات التي نقدمها لمؤمنين، وكذلك تخفيف العبء على المستشفيات العمومية. 28 عيادة خاصة انطلقت في العمل بنظام التعاقد لتعويض عملية الولادة، و29 منها قيد الدراسة للاستفادة من الإجراء. الهدف هو ضمان التكفل الأمثل بصحة الأم وطفلها.